Décollam ou Let Lyon, ben exemple d'un chantier de petite rénovation d'un appartement ADL Burj El Bahri. في هذه الفيديو حبينا نوجه الناس اللي ما راهيش قادره على لي غون ترافو بسبب الوقت او بسبب الميزانيه. Vu que les appartements sont livrés dans un état catastrophique, وما يقدروش يسكنوا فيها immédiatement. الشيء الاول اللي لازم نديروه اننا نخطط لتقسيم لي ترافو en plusieurs étapes. في المرحله الاولى نقوم فيها بالاعمال اللي لازم تندار، ما تديش بزاف وقت وما تديش ميزانيه كبيره، لكنها تغير بشكل كبير في المكان. Par la suite, on peut occuper les lieux ونخلو المراحل الاخرى من بعد. في هذا الابارتمون مثلا لي ترافو دو بينتور ايتي كاتاستروفيك، لي فو بلافون معوجين، لذلك خممنا ان الحاجه اللي تقدر تربحنا وقت كبير هي ان فو بلافون بي 13، ما يديش درهم كبار لكن يعطي جماليه كبيره للشقه. الحاجه الثانيه هي لي ترافو دي الكتريسيتي، لي بريز لي زدناهم، لي انتيروبتور ان دوبل اليماج فو كو زدنا ان اكليراج اون ليد لي فو بلافون، اي اوسي لو تابلو دو ديريفاسيون. كما راكم تشوفوا انا ايفيتي تو لي ترافو دو ديبوز اي دو ديكاباج من غير ان بلاكار اون ماسونري دون لا شامبر بارونتال كي فالي كون انلف. Pour les murs, on a évité le décapage du plâtre. Mais grâce à l'expérience de nos peintres professionnels, خدمنا فوقو باستعمال مواد تسمح بذلك. Et le résultat a été excellent. في الفيديو الجاي راح نوريو لكم كيفاش انا ريكوبيري لي بورت اكزيستانت افيك دي استوس كي نو كوت با ترو شير اي كومون انا ابليكي اون بيل بينتور مورال غرافيك في لي شامب دي انفون بالشرح المبسط واش تقدروا ديروها بانفسكم. نتمنى ان هذا الفيديو تكون عجبتكم. نوبليو با دو فوزابوني اي دو بارتاجي وتفعلوا الجرس لكل جديد.